خلينا الحقيقة نبدأ من الذكرى التاسعة ليوم 28 يناير 2011. فاكرة إيه عن اليوم ده؟ الحقيقة إيه الصورة اللي مش بتتمحي من ذاكرتك؟ الصورة اللي مش بتتمحي من ذاكرتي الساعة 5 لما كان في عربية مدرعة على كوبري قصر النيل وفيها جندي واقف خارج من سقف العربية وألقي عليه مولوتوف فجأة فاحترق أمام الشاشات أمامنا كلنا. وبعدها بساعة ابتدينا نشوف قوات الجيش نازلة تنفذ حظر التجول. وقتها المصريين ما كانش عندهم تفاصيل كاملة لليوم إيه اللي بيحصل فيه. إحنا بنحكي عن 28 يناير 2011 النهاردة، 28 يناير 2020. احنا عرفنا معلومات قبل النهاردة، لكن احنا بنحكي النهاردة عن صورة متكاملة. في اليوم ده بدأ تنفيذ المخطط الإخواني الإرهابي في ضرب الدولة المصرية ومؤسساتها، وكانت البداية بجهاز الشرطة. في اليوم ده اقتحمت أقسام الشرطة، قتل الضباط وأمناء الشرطة، اتهرب المساجين من الحجز، تم الاستيلاء على الأسلحة الميري، اتحرقت عربيات ومدرعات الشرطة. في اليوم ده اقتحمت سجون، عدد كبير من سجون مصر، وتهرب مساجين. يعني احنا من سجن ابو زعبل اتهرب مساجين، بعدها بيومين لقيناهم واحد بيتكلم من لبنان بيقول انا وصلت، ده كان من حزب الله، والتاني كان بيتكلم من غزة بيقول انا وصلت بالسلامة، وده من حماس. في اليوم ده اقتحمت السجون، في اليوم ده اتقتل اللواء البطران لما رفض يستجيب لفتح السجون ويسلمهم. في اليوم ده قام رجال الشرطة ببطولات عظيمة في الدفاع عن المؤسسات الشرطية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة. الناس دول عمرنا ما سمعنا عنهم ولا نعرف أساميهم، لكن هم قاموا ببطولات عظيمة لإنقاذ الأماكن اللي بيشتغلوا فيها ومنع تهرب أو هروب المحتجزين في الإقسام. في اليوم ده البلطجية حصروا الإقسام، في اليوم ده سرقت المحلات، كل المحلات الكبيرة، وابتدينا نسمع ونقرأ عن ناس شايلة كراسي وناس شايلة بضاعة وناس شايلة، نزل الحرامية. في اليوم ده كنا قاعدين قصاد التلفزيون الشاشة دي بنسمع استغاثات المواطنين بيقولوا الحقوا اللي اقسام الناس بتهرب منها، بيهجموا على البيوت، هيخشوا البيوت، وابتدى يبقى فيه كلام حوالين اقتحام البيوت. ونزل المصريين في اللجان الشعبية للدفاع عن البيوت لما الشرطة كانت منشغلة بتأمين المؤسسات الشرطية وبتدافع وبتحميها ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية. في اليوم ده حصل شيء خطير، انه يوم 26 و27 يناير كان قبض على عدد من مكتب الإرشاد وقيادات الجماعة الإرهابية، وفي يوم 28 يناير تم اقتحام السجن وتهريب المساجين، وعلى رأسهم أو على قائمة الأسامي محمد مرسي اللي اتصل بتليفون سوريا بقناة الجزيرة، لأن الاتصالات التليفونات المحمولة كانت مقطوعة مصر يومها. وقال وبعدها بيوم انا شخصيا سمعت عصام العريان في احد القنوات لما قالوا له انت هربت فانفجر غاضبا، قال احنا ما هربناش، ده الاهالي حررتنا. في اليوم ده تعرضت الشرطه المصريه لمحنه كبيره ومؤامره كبيره. حكم المستشار خالد المحجوب جنح مستأنف الاسماعيليه اللي صدر يوم 29 يونيو 2013 قبل الثوره بيوم، صدر وقال ان ثبت للمحكمه انه في ناس تسللت من الحدود وتواطئت مع الاخوان واقتحمت السجون وقتلت الضباط، وطلب احاله عدد من الناس للتحقيق الجنائي والمحاكمه الجنائيه، وعلى راسهم كان محمد مرسي اللي كان وقتها لسه رئيس جمهوريه مصر العربيه قبل ما الثوره تقوم عليه بيوم. في اليوم ده كانت المؤامره محكمه على الدوله المصريه. احنا هم سموها جمعة الغضب وقتها، لكن أنا أؤكد لك أن المصريين كلهم مسمينها جمعة الغضب، الغضب من الإرهابيين، الغضب من الإخوان، الغضب من القتلة، الغضب على الوطن
اللي استبيح والرجالة اللي اتقتلت والممتلكات اللي سرقت والناس اللي اتهددت. احنا هتفضل ذاكرة مصر تحتفظ بذكرى هذا اليوم باعتباره جمعة الغضب على هؤلاء المجرمين الإرهابيين.